السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وبعد انتهاء وقائع هذه الجلسة الحوارية نبدأ في مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو. وسيوقع عن الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي السيد فالديس دومبروفسكيز Executive Vice President and European Commissioner for Trade.